بيبدأ الفيلم مع لوسي اللي كانت واقفة مع صاحبها ريتشارد، وريتشارد بيطلب منها تخش الفندق وتدي الشنطة دي لواحد اسمه مستر جانج، وريتشارد مش بيقول لها ايه اللي جوه الشنطة، ولوسي بترفض لأنها كانت سهرانة لحد دلوقتي وعاوزة تروح تنام، بس ريتشارد مش بيرضى يسيبها تمشي، ولوسي بتقول له أنا مالي ما تخش أنت وتديه الشنطة، فريتشارد بيقول لها أنا عندي مشاكل مع مستر جانج، كل اللي عانيتي إنك بس تخش الفندق وتقول الموظف الاستدان أنا عاوز أقابل مستر جانج، وتديه الشنطة وتمشي، شفتي سهلة إزاي؟ بس لوسي ما كانتش واثقه فيه لدرجه ان ريتشارد قال لها هديكي 500 دولار بس هي برضه بترفض وده بيخليها تشك اكتر ان في حاجه وبتطلب منه يفتح الشنطه فهو بيقول لها رقم السر بتاع الشنطه مستر جانك الوحيد اللي يعرفه والشنطه ما فيهاش شويه اوراق بس لوسي بتقول له انا مانيش دعوه وكانت فلاشيه بس ريتشارد علشان يحطها قدام الامر الواقع راح نكلبش الشنطه في ايديها ولوسي اتعصبت وطلبت منه مفتاح التلبشات وريتشارد بيقول لها مستر جانك الوحيد اللي معاه المفتاح انا اسف بس يمكن دلوقتي ما عندكيش خيار خشي لموظف الاستقبال وقولي له انك عاوزه تقابلي مستر جانج ولوسي بتشتمه وبتضطر تخش الفندق وبتقول لموظف الاستقبال انها عاوزه تقابل مستر جانج وريتشارد واقف بره وبيقول لها الموضوع سهل اهو ورجاله مستر جانج نازلين علشان ياخدوا لوسي ولكن ترد ريتشارد بيتضرب بالنار وبيموت واللي قتلوه كان عصابه مستر جانج ورجاله جانج قبضوا على لوسي وخدوها معاهم لفوق ولوسي بتشوف جثث ناس على الارض وبتترعب ومش فاهمه في ايه وبعدها بيجي مستر جانج وايده ملطخه بالدم وبنعرف ان جانج يبقى تاجر مخدرات ولوسي بتخاف منه وبتقول له انا بس جاي اسلمك الشنطه دي وامشي وبتترده ما يقتلهاش بس جانج ما كانش فاهمها لانه بيتكلم سامي وبيبتسم بمترجم وبيفتح السبيكر علشان يترجم كلامها لجانج ولوسي بتقول للمترجم يعرف جانج انها ما لهاش علاقه باي حاجه على هسلمه الشنطه وهمشي فجانج قال لها انه قتل ريتشارد لانه مش بيثق فيه كانه وبيسال اي اللي موجود جوه الشنطه ولوسي بتقول له والله ما اعرف فجانج بيكتب للوسي الرقم السري بتاع الشنطه وبعدها بيلوم يحمي نفسه لانه مفكر ان الشنطه جواها قنبله ولانه مش بيثق في ريتشارد وكمان رجاله جانج بيسبلوا احتياطاتهم وبيرفعوا سلاح على لوسي عشان تفتح الشنطه ولوسي بتبقى في قمه الخوف وفي الاخر بتفتحها وبيطلع ان جواها اكياس مخدرات لونها ازرق فمستر جانج بيرجع لها تاني ورجالته بيجيبوا واحد مدمن وبيخلوه يشرب المخدرات دي والراجل بيحصل له شويه تشنجات وكانه بيطلع في الروح وبعدها بيقعد يضحك بهستيريا وجانج بيطلع سلاحه وبيقتله وبيعرض على لوسي شغلانه معينه تعملها له بس لوسي بترفض وكل اللي عايزاه ما هتمشي فالراجل بتاع جانج ضربها وافقدها الوعي وبعدها بنروح لمحاضره للدكتور نورمان وبيتكلم نورمان عن الانسان وقدراته وبيقول ان الحيوانات بيستخدموا بس 5% من قدرات عقلهم اما الانسان فبيستخدم بس 10% من قدرات عقله وبالرغم انها نسبه قليله لكن الانسان قدر يخترع حاجات كتيره ويطور من الحضاره زي انه اخترع موبايل والطيارات والدبابات والاسلحه وحاجات تانيه كتير صرنا بنكون لو الانسان استخدم نسبه اعلى من قدرات عقله والحيوان الوحيد اللي بيستخدم عقله بنسبه اعلى من البشر هو الدولفين لان الدولفين بيستخدم 20% من قدرات عقله وبعدها نرجع للوسي ان بيكوم وبتحس بالم شديد في بطنها وبتلاقي دم وبتعرف انهم فتحوا بطنها ورجاله جانج بيفدوها وبيودوها عند جانج ولوسي بتساله انت عملت ايه في بطني وبيظهر الدكتور اللي عمل لها العمليه وبيقول لها ما تقلقيش احنا ما خدناش منك اي اعضاء احنا بس حطينا كيس من المخدرات الزرقاء جوه بطنك علشان مستر جانج عايزك تهرب المخدرات دي والمخدرات دي بيطلقوا عليها اسم CBH4 والعصابه بتجيب تلك رجاله مدمنين حطوا جوه بطنهم اكياس مخدرات زي لوسي وبيدولهم كلهم جوازات سفر علشان يسافروا وينفذوا عمليه التهريب وبعدين بيخبوا وشهم وبتفوق لوسي وبتلاقي ان العصابه حابسينها وبنشوف شخص بيقرب من لوسي وبيحاول يتحرش بيها بس لوسي بتزق ايده بقوه وبتعوره بالغلط ففرد العصابه بيتعصب وبيضرب لوسي وبيشطها في بطنها كذا مره مكان الفتحه لحد ما واحد خده وطلع بيه بره وبسبب اللي حصل كيس المخدرات اللي في بطن لوسي بيتفتح والمخدرات الزرقاء بتبدا تنتشر في جسم لوسي وعينيها بتنور ازرق ولوسي بتبدا تحس بتشنجات رهيبه وبتردد الجاذبيه وبتفضل تقرا في الهواء والسلاسل شداها وبعدها بتثبت دماغها في الحيطه وبتكتسب لوسي قدرات خارقه وبتبقى لوسي كده بتستخدم 20% من قدراتها العقليه وبنرجع لدكتور لورمان وبيقول لماست انا اقول لكم ايه اللي هيحصل لو حد قدر يستخدم 20% من عقله ساعتها هيقدر يتحكم في جسمه وفي الخلايا اللي عنده بشكل كبير ولو حد استخدم 40% فممكن يتحكم في الناس اللي حواليه وفي حد من الفدور بيسال دكتور نورمان وبيقول له ايه اللي هيحصل لو حد قدر يستخدم 100% من قدرات عقله فدكتور نورمان بيسرح في السؤال وبيقول له ما عنديش اي فكره علشان عمرها ما حصلت قبل كده وبعدها بتفوق لوسي وبتقعد على كرسي
كرسي بكل هدوء، وبيخش واحد تاني من العصابة وبيقفل الباب. وأول ما قرب منها راحت لوسي ماسكاه وقلباه على الأرض بقوة، وخدت منه المسدس وقتلته وحررت نفسها، وطلعت العصابة وقتلتهم كلهم في ثواني، وقعدت وكلت كل الأكل بتاعهم. وبالرغم إن في حد فيهم ضرب نار على لوسي، بس هي مش بتحس بحاجة وبتشيل الرصاصة وبتاخد كذا سلاح في شنطتها وبتمشي. وخرجت الاتنين سواقين وقتلت واحد فيهم وقالت للتاني وديني للمستشفى حالا، والسواق بيخاف منها وبيركبها. ولوسي وهي في السكة بتكتشف إن الحواس اللي عندها بقت قوية جدا، وبقت قادرة تسمع كل شخص بوضوح في الشارع بالرغم إنه بعيد عنها. وبتوصل للمستشفى وبتلاقي نفسها قادرة تفهم اللغة الصينية مع إنها مش بتتكلم صيني أصلا. وبتخش الأوضة العمليات وكان في دكاترة بيعملوا عملية المريض، ولوسي بتبص على الأشعة بتاعته وبتكتشف إنها كمان قادرة تفهم الأشعة كويس جدا وبتفهم المريض عنده إيه. وبعدها بتقتل المريض وبتقعد هي على سرير العمليات وبتقول للدكاترة المريض ده الورم اللي في مخه انتشر جدا وكده كده كان هيموت، وبترفع عليهم السلاح وبتأمرهم يخرجوا الكيس اللي في بطنها. وبتقول للدكتور أنا مش هحتاج لمخدر، اعمل لي العملية وأنا صحي عادي. والدكتور بينفذ كلامها بالحرف، ولوسي بتاخد منه تليفون وبتتصل بمامتها وبتقول لمامتها أنا بقيت حاسة بكل حاجة حواليا بشكل فظيع، وحاسة حتى بدوران كوكب الأرض وبالدم اللي ماشي في جسمي، وكمان فاكرة كل ذكرياتي من لما كنت صغيرة، وفاكرة كل حاجة لما كان عندي سنة واحدة. ومامتها مصدومة من اللي هي بتقوله وبتقول لها مستحيل حد طبيعي يفتكر ذكرياته لما كان عنده سنة واحدة. ولوسي بتقول لها إنها بتحبها قبل ما تقفل المكالمة. وبعدها الدكاترة بيخرجوا كيس مخدرات من جسم لوسي، ولوسي بتقول للدكتور ده مخدر اسمه CBH4، وبتسأل الدكتور أنت تعرف إيه عن المخدر ده؟ فالدكتور بيقول لها إن مادة CBH4 دي الست الحامل بتنتجه كميات صغيرة في أول شهر للجنين اللي في بطنها، علشان المادة دي بتقوي الجنين جدا وبتساعده في تكوين العظم. وقال سمعت إنهم بيحاولوا يصنعوا مادة CBH4 بس ما كنتش أتوقع إنهم هينجحوا، وأنا مستغرب إزاي اللي في بطنك ده كان CBH4 وأنت لسه عايشة. ولوسي بعد ما عرفت المعلومات دي بتقرر تنتقم من مستر جانج، وبتروح على الفندق اللي هو قاعد فيه وبتقتل رجالته، وبتخش على جانج وبتمشي البت اللي كانت بتعمله تاتو. وجانج ما كانش داري بأي حاجة وحاطط السماعات، ولوسي بتطلع سكينتين وبتطعنه في إيده. ولوسي باستخدام قوتها الجديدة بتحط إيديها على دماغ جانج وبتقرأ أفكاره وبتشوف ذكرياته، وبتقدر تعرف أماكن الثلاث أشخاص التانيين اللي اتزرع في بطنهم المخدرات، وقدرت تعرف كل واحد فيهم رايح لأنهي بلد من الباسبور بتاعه. وبعدها بتسيبه يتألم وبتمشي، وبتروح هي البيت واحدة صاحبتها اسمها كارولين، وبتستخدم الكمبيوتر بتاع كارولين. وبنشوف لوسي وهي بتقرأ كل أبحاث ومحاضرات دكتور نورمان بسرعة جدا، وبتجيب رقم دكتور نورمان وبتتصل بيه. ولوسي بتقول له إنها قرأت كل أبحاثه وكتبه ومحاضراته عن عقل الإنسان. هو نورمان بيتفاجئ إنها قرأت كل ده لدرجة إنه ما كانش مصدقها. فلوسي بتتحكم في التلفزيون اللي في بيت نورمان علشان يصدقها، وبتظهر قدامه وبتكلمه صوت وصورة، وكمان بتظهر له على اللابتوب وعلى الموبايل وكمان على الراديو. ولوسي بتقول له أنا الخلايا اللي في جسمي بتتكاثر بسرعة رهيبة، وبتعرفه اللي حصل لها وإنها خدت كمية كبيرة من مخدر CBH4، وبتقول له أنا حاليا بستخدم 28% من قدرات عقلي والنسبة دي عمالة بتعلى. وبتقول له أنا ما بقتش بحس بالجوع ولا بالألم، وفي علم كبير ومعرفة بقيت فاهمهم كويس جدا مع إني ما كنتش أعرف أي حاجة عن العلم ده زي الرياضيات والطب والفيزياء والهندسة، ومش عارفة المفروض أعمل إيه بالعلم ده. ونورمان مصدوم من اللي هي بتقوله، وبيقول لها لما البني آدم بيكتسب علم بالقوة دي فالمفروض عليه ينقله لغيره ويفيد البشرية. ولوسي بتقول له أنا عاوز أقابلك في أسرع وقت، وبتتفق معاه إنها تقابله بعد 12 ساعة من دلوقتي. وبعدها لوسي بتطبع ورقة فيها وصفات طبية وبتديها لصاحبتها كارولين، وبتقول لها الكلية والكبد عندك فيهم مشكلة ولازم تروح للدكتور وتمشي على الوصفة دي، ولازم تلعبي رياضة وتاكلي كويس وغيري طبيعة حياتك علشان حالتك الصحية تتحسن، وبتسيبها وبتمشي. وبعدها الأخبار بقت بتتكلم عن لوسي وإنها قتلت مريض في المستشفى، وبيعرضوا صورتها في الأخبار، وبتقول المذيعة إن الشرطة بتطاردها. فلوسي بعدها بتضطر تغير من لون وتسريحة شعرها علشان محدش يكشفها، وبتتصل بضابط فرنسي اسمه ديريو، وبتقول ديريو قوم من على مكتبك واقعد على كرسي وامسك القلم الأحمر اللي جنبك واكتب كل كلمة هقولها لك. ولوسي بتبلغ ديريو عن كياس مخدرات بتتهرب ومزروعة جوه بطن ثلاث أشخاص داخلين أوروبا، وكل واحد فيهم في بطنه كيلو من المخدرات، وبتقول له المخدرات اللي في جسمهم دي خطيرة جدا، وبتبعت له صور الثلاث مجرمين على الكمبيوتر عنده. وديريو طبعا متفاجئ منها وبيقرر يسمع كلامها. والشرطة تاني يوم بالفعل بتقدر تقبض على الثلاث مجرمين قبل ما يخشوا لأوروبا. ولوسي بتركب طيارة ومسافرة لفرنسا، وبتقعد على اتنين لابتوب وبتكتب عليهم بسرعة رهيبة، وبتعمل أبحاث عن عقل الإنسان. وهو الشخص اللي قاعد جنبها كان قاعد مزبهل، وبتجيلها المضيفة وبتطلب منها تقفل اللابتوب علشان ده خطر على الطيارة، بس لوسي بتتجاهلها وبتقول لها تمسح مناخيرها اللي
اللي بتنزف، وفعلا مناخير المضيفة بتنزف، ولوسي بتطلب منها مشروب، وبتمشي المضيفة وهي خايفة وبيجبرها المشروب اللي هي طلبته، وبعدها لوسي بتقدر تتحكم فعلها بنسبة 40%، ولما بتشرب المشروب بتلاقي درسها وقع في الكوباية وبتكح، وبتلاقي 3 دروس وقعوا منها، وبتتصدم لوسي لما بتلاقي ان جلدها بيتبخر، وبتقوم وبتجري على الحمام وهي مش فاهمة في ايه، ولما المضيف بيقرب منها بتضربه، وايديها كمان بدأت تتحلل وتختفي، ووشها كمان بدأ يختفي، وبتطلع كيس المخدرات وبتبلعه كله، فساعتها جسمها بيرجع لحالته الطبيعية، لكن فجأة بنشوف جسمها كله بيتبخر وبينفجر، وبتوصل لوسي 50% من قدراتها عليها، وبتفوق وبتلاقي نفسها في المستشفى، والظابط دريو بيكون قاعد في المستشفى ومستنيها تفوق، والدكتورة بتخش عليها وبتروح تبلغ دريو إن لوسي فاقت، وبتخرج لوسي وبتلاقي حواليها ضباط ودكاترة، وكل الضباط بيرفعوا على لوسي السلاح علشان يمنعوها من الهرب، لكن لوسي بحركة من إيديها بتوقع كل الضباط على الأرض ما عدا دريو، وبتوقع كل الرصاصات من خزنة مسدس دريو، ولوسي بتقرب منه وبتقول له إنها عاوزة كياس المخدرات اللي في بطن التلات رجالة، وبتقول له أنا عاوزاك معايا، وبيركبوا العربية سوا، ولوسي بتقدر تسمع كل المكالمات اللي في الشارع، وبتعرف إن العصابة بتاع جانج رايحين للمكان اللي فيه التلات رجالة عشان ياخدوا منهم كياس المخدرات، فبتقرر هي اللي تسوق العربية، وديلو ريو مش بيعرف يمنعها، وبتسوق لوسي بتهور شديد في الشوارع، ولوسي بتقول له أنا أول مرة أسوق عربية، بينما التلات رجالة كانوا في المستشفى وهيتعمل لهم عملية علشان يخرجوا كياس المخدرات من بطنهم، وبيوصل للمستشفى واحد من مساعدين جانج اسمه جاهين مع رجالة مسلحة، وبيخش وبيقتلوا الدكاترة وبيطلعوا كياس المخدرات من التلات رجالة، وساعتها بتوصل لوسي للمستشفى وبتلحق رجال العصابة قبل ما تهرب، ولوسي بتطلب منهم ينزلوا أسلحتهم ويدوا لها الشنطة اللي فيها المخدرات بكل هدوء، لكن جاهين بيرفض وبيأمر رجالته يقتلوها، وهنا لوسي بتقدر تتحكم فعلها بنسبة 60%، وبتخلق جدار وهمي قدام جاهين علشان تمنعه من الهرب، وبترفع كل أسلحة العصابة للسقف، فرجالة العصابة بيقربوا منها علشان يضربوها، لكنها بتبعدهم عنها بمجرد ما بتحرك ايديها، وبتروح لجاهين اللي بتشل حركته وبتاخد منه شنطة المخدرات بكل سهولة، وكانت واخدة بعضها وماشية، بس ديل ريو كان خايف منها وقال لها ده مش هقدر أساعدك تاني، بس لوسي بتبوسه وبتقول له لأ أنت هتساعدني، وديل ريو بيركب معاها العربية وهو مرتبك، وبيسألها هنروح فين تاني، فلوسي بترد عليه من جي بي إس العربية وبتعرفه الطريق، وساعتها جانج بيشوفها وبيتحرك وراها، ولوسي وديل ريو بيروح يقابلوا دكتور نورمان وزمايله الدكاترة، ودكتور نورمان بيبقى حكى لزمايله عن لوسي، وواحد من الدكاترة بيطلب منها تثبت لهم إنها تقدر تتحكم فعلها فعلا، فلوسي بتحط إيديه على كتفه وبتحكي له عن ذكرى قديمة ليه لما كان مع بنته، ولوسي بتحس برجالة جانج وإنه وصلوا المكان، فبتقول لديل ريو يطلع يتصرف معاهم، ولوسي بتبدأ تشرح للدكاترة استنتاجاتها والعلم اللي عندها، لأنها قدرت تتخطر قدرات العقلية للإنسان، وساعتها بيوصل جانج ورجالته للمكان، ولوسي بتسلم لنورمان والدكاترة كياس المخدر، والدكاترة بيحللوا المخدر ده وبيحقنوه في جسم لوسي زي ما هي طلبت، وبره كانت في معركة شغالة ما بين العصابة والبوليس، ولوسي بعد ما خدت كل الكياس بتقدر تتحكم فعلها بنسبة 70%، وبيخرج من جسمها مادة سودا وبتتغذى على الطاقة والأجهزة، وبتتحد بكل جهاز كمبيوتر موجود، وبعدها لوسي بتتحكم في 80% من عقلها، وفجأة كل حاجة حوالين الدكاترة بتتحول للون الأبيض، ولوسي بتصنع جهاز كمبيوتر عملاق وبتحط عليه كل أبحاثها والعلم اللي عندها، وبعدها بتوصل ل 90%، وبره جاهين المساعد بتاع جانج بيضرب الأوضة اللي فيها لوسي بصاروخ، ولوسي بتقدر تسيب المكان أصلا وبتنتقل لشارع في مدينة نيويورك، وبتقدر تتحكم في الزمن وتوقفه، وبتقدر ترجع بالزمن لورا، وبترجع للعصور القديمة ولأي عصر هي عايزاه، لحد ما بترجع لبداية الحضارة وبتشوف قرد بيشرب من المية، وبتنمس صباعه وبتطير لوسي وبتشوف الأرض من فوق، وبتشوف الفضاء والكواكب، وبتبقى لوسي اكتسبت قوة جبارة، وبتوصل لوسي ل 99%، وفي نفس الوقت جانج بيخش عليها الأوضة ورافع عليها السلاح، وجسم لوسي كله بيبدأ يتحول للأسود، وبتوصل ل 100% من قدراتها عليها، وبعدها تختفي تماما ومش بيتبقى غير لبسها، وجانج بيتفاجئ ومش عارف هي راحت فين، وبيقعد يضرب على الكرسي اللي كانت قاعدة عليه، وبيرفع السلاح على الدكاترة وبيقول لهم هي راحت فين، ولكن بيوصل بيرريو وبيقتله، والكمبيوتر اللي صنعته لوسي بيخرج منه فلاشة، وبتبقى الفلاشة دي عليها كل العلم والمعرفة بتاع لوسي، وكده لوسي ضحت بنفسها علشان العلم ده، وعاوزة البشرية تستفاد بالعلم والمعرفة، لأنها شايفة إن الجهل هو سبب الفوضى، وديلريو بيسأل دكتور نورمان عن مكان لوسي، فلوسي بتبعت لديلريو على موبايله وبتقول له أنا في كل مكان. وبينتهي الفيلم.